السلام عليكم. طيب حنبدأ في لكتشر 31-33 اللي هي ستيريو ايزومرزم، تمام؟ او باختصار خلينا نقول ستيريو ايزومرز. طيب عشان نراجع اول شيء، قلنا الايزومرز ايش فكرة الايزومرز؟ different compounds، مركبين مركبات مختلفة، تمام؟ عندهم نفس المولكيولر فورمولا، نفس عدد الذرات، نفس ايش؟ نفس عدد الذرات اللي من كل نوع. زي مثلا هذا المثال عندنا، هذا البيوتان وهذا الاثنين مثل بروبان، كلهم عندهم نفس الصيغة C4H10، تمام؟ فحيكونوا ايزومرز. طيب بعد كده نفس الايزومرز هذه عندنا انواع منها، عندنا structural او نسميها constitutional او الستيريو ايزومرز. structural ايش يعني؟ يعني عندهم نفس عدد الذرات زي ما قلنا، نفس عدد الذرات من كل نوع، لكن تركيب الذرات والروابط غير. زي هذا مثلا، هذا البوتان، تمام؟ هذه الرابطة حقته، هذا شكله، هل هم نفس الشكل؟ لا، في فرق بينهم، تمام؟ فهذولي راح يكونوا ايش؟ structural. في الستيريو ايزومرز لا، عندنا نفس البوند باترن، نفس الربط، نفس الترابط بين الذرات، لكن في اختلافات حنشوفها. طبعا احنا عندنا نوعين برضو من الستيريو ايزومرز، هذه الكونفورمرز ما هي معانا، معانا الكونفيجريشنال هي اللي ايش؟ هي اللي حنركز عليها وحنشوفها. طيب نجي عند الستيريو ايزومرز، هذه الستيريو ايزومرز، تمام؟ compounds that have the same molecular formula، نفس الصيغة الكيميائية، same connectivity، نفس الترابط بين الذرات، لكن يختلفوا في الarrangement of atoms in space، ترتيب الذرات في يعني ترتيب الذرات يختلف، تمام؟ ترتيب الذرات في الفراغ أو في الفضاء يختلف، تمام؟ زي ما قلنا احنا الconformers هذه ما هي معانا، حنركز على ايش؟ على الconfiguration. طيب ايش الشروط حقتها؟ same molecular formula الشرط الأساسي عشان يكونوا isomers، same connectivity نفس الترابط، different arrangement of atoms in space cannot be interconverted by bond rotation، حنشوفها بعدين. طيب نفس الconfiguration isomers هذه برضو لها ايش؟ نوعين، معلش الموضوع شوي لخبط بس هناخذها حبة حبة. عندنا الenantiomers وعندنا الdiastereomers، تمام؟ حنشوفها وحنفهم كل واحدة ايش هي. طيب بعد كده عندنا حاجة مهمة هي الكايراليتي، لازم نفرق بين حاجة اسمها كايرال وأكايرال موليكيول، تمام؟ خلينا نشوف بالصور عشان يوضح معنا أكثر. هذه عندنا يدنا، لما نحط يدنا اليسار، إذا حطينا يدنا اليسار قدام المراية مو حنشوف صورة يدنا اليمين؟ طيب هي الصورة حقت يدك اليسار، لكن هل نقدر نحط يدنا اليسار، جيب يدك حاول تحطهم الاثنين فوق بعض بالضبط، ما حتقدر، مستحيل، حيكونوا ايش؟ مو نفس الشيء. لكن شوف هذا مثلا، هذا فلاسك، يلا عشان نذاكر لابات كمان، هذا الفلاسك لو حطيناه قدام مراية حيكون ايش؟ هو نفسه، ونقدر نحطهم فوق بعض، صح ولا لا؟ لما يكونوا نحطهم نقدر نحطهم فوق بعض نسميهم سوبر امبوزبل او سوبر امبوزد، تمام؟ اذا ما نقدر راح يكونوا ايش؟ نوت سوبر امبوزبل. طيب هذا كذا راح نسميه ايش؟ كايرل. هذولي راح يكونوا ايش؟ اي كايرل. خلينا نقرأ التعريف، a molecule is chiral، تمام؟ if it's two mirror images، صورتين المراية، زي مثلا يدنا، يدنا تعتبر ايش؟ chiral، are not superimposable، ما نقدر نطبقهم فوق بعض، asymmetric، ما هم متطابقين، تمام؟ a molecule is achiral if it's two mirror images، صورتين في المراية، are superimposable، يعني نفس هذا الفلاسك مثلا، نقدر نحط ايش؟ صورته على المراية، نقدر نطبقهم فوق بعض، symmetric، متطابقين. طيب هل هذا الطريق الوحيد انه نشوف بس بالمرايا وزي كذا؟ حيكون قروش عشان نعرف. ف any molecule with a plane of symmetry is achiral. ايش هو plane of symmetry؟ يعني اذا قدرنا كانه محور او محور تماثل او ايوه، يعني نقدر نقسمه بالنص نقدر نقسمه بالنص او مو شرط يعني نقدر نقسمه لجزئين متماثلين راح يكون ايش؟ راح يكون achiral، تمام؟ ايش هو plane of symmetry؟ a plane that passes through a molecule and can divide it into two identical halves، يعني حيقسموها لنصين بالضبط. هذه طبعا كلها قلنا هذا mirror images of your hand cannot be superimposed، ما نقدر ايش نطبقهم على بعض، one does not completely fit on top of the other، ما يكونوا فوق بعض بالضبط. objects that have handness، يعني هذه الخاصية انه يكونوا chiral اللي هي الhandness، تمام؟ in this manner are said to be chiral، نسميهم ايش؟ chiral. طيب هذه ذرة الكربون، هذه برضو عندنا ليش حنكون كايرل، هل نقدر نقسمها بالنص؟ لا. هل نقدر نطبقهم فوق بعض هنا؟ لا، وحتوضح معنا أكثر في الأمثلة.
طيب مثلا عندنا هذا الكرسي، الكرسي في المرايا هو نفسه، ونقدر ايش نسوي له؟ بلين اوف سيمتري. لو قسمناه كذا بالنص من هنا، لو قسمناه حطينا كذا، حيكون ايش؟ هو نفسه. هذا المركب برضو نفس الشيء. خلينا نرسم مثلا عشان توضح معنا الرسمة، خلينا نقول هذا هنا الأصفر، تمام، وبرسم وراء الأصفر هنا، معلش مش شغل الألوان، هذا هو المفروض الأصفر، والبيضة حتصير هي ايش هنا، تمام، والأخضر اللي هو الكربون هذا اللي في النص، تمام. حقسمهم كده من هنا كده، نقسمه بالنص، صار عندي ايش؟ جزئين متماثلين زي كده، يعني من هنا هذا كده، نسوي هنا كده لوح نقسمهم، فراح يكونوا ايش؟ اي كايرال متماثلين. ستيريو كيمستري اند كيراليتي، قلنا all that is required for a molecule to be a chiral، عشان يكون المولكيول a chiral متماثل، اقل شيء يكون عندنا one plane of symmetry. اذا قدرنا نقسم المركب هذا بالنص راح يكون ايش؟ راح يكون a chiral زي هنا، خاصة طالما قدرنا نقسمه بالنص فهو a chiral، هذا قدرنا نقسمه بالنص فراح يكون a chiral، تمام. لكن هذا هل نقدر نقسمه بالنص؟ لا ما هنقدر، تمام، لانه هنا عندنا يود وهنا هيدروجين، فهم مختلفين، ما هم نفس الشيء، تمام. فنقدر كذا نقول يعني نجيب شرط الكربون عشان يكون كايرل لازم يكون عنده 4 مجموعات مختلفة، لازم تكون الأربعة مجموعات اللي عنده إيش؟ كلها مختلفة. لو في مجموعتين نفس بعض راح يكون إيش؟ كايرل، راح يكون إيه كايرل، نقدر إيش؟ نقسمه بالنص. عندنا هذا مثلا المثال، هل هذا كايرل ولا كايرل؟ ببساطة إيش؟ نقدر نقسمه كذا، راح يكون إيش؟ إيه كايرل. هل هذا كايرل ولا اي كايرل؟ هل نقدر نقسمه بالنص؟ لا، فراح يكون ايش؟ كايرل. طيب كايراليتي اند ستيروجينيك سنترز، تمام. الستيروجينيك سنترز هذه لها اسماء كثيره، كايرل سنتر، اسيمتريك سنتر، ستيريو سنتر، ستيروجينيك سنتر. هنا في الكيمياء، في الستيريو كيمستري، اللي هو ذره الكربون هذه هي اللي راح نسميها ايش؟ الكايرل سنتر، اللي يكون عليها 4 مجموعات مختلفه. لازم الكربون عشان يكون كايرل لازم يكون عنده 4 مجموعات مختلفة. لو عندنا مجموعتين تشابهوا ما راح يكون ايش؟ كايرل، راح يكونوا اي كايرل، نقدر نقسمهم ايش؟ بالنص. خلينا نشوف هنا مثلا كايراليتي اند كايراليتي سنتر. طيب خلينا نشوف اول شيء كل الكربون، طبعا انا عارف انها محلولة بس احنا خلينا نشوف احنا بنفسنا اول شيء، هل هذه الكربون ينفع تكون كايرل سنتر؟ إيش عليها؟ عليها 3 هيدروجين وواحدة كربون، طالما عليها مجموعات متشابهة ما ينفع. طيب خلي هذه آخر واحدة، هذه الكربون عليها إيش؟ 2 هيدروجين صح؟ وعليها كربون وكربون، ما ينفع. هذه الكربون إيش؟ برضو عليها 3 هيدروجين، ما ينفع. طب خلينا نشوف هذه إيش عليها؟ عليها هيدروجين وعليها مثل وعليها إيش؟ هيدروكسيل OH، وعليها هنا إيش؟ إيثيل. نأخذ القطعة كاملة، مو بس والله نقول اول ذره كربون، لا ناخذ القطعه ايش؟ كامله. فهذه راح تكون ايش؟ هذه راح نسميها كايرال سنتر او ستيريوجينيك سنتر او ستيريو سنتر، تمام، كلها اسماء صحيحه. وهنا نفس الفكره، تمام، خلاص هذه ما ينفع ليش؟ لانه عندها 2 هيدروجين. هذه ليش برضو ما تنفع؟ عندها 3 هيدروجين. هذه نفس الطريقه عندها 3 هيدروجين، تمام. فهذه الكربون ايش عندها؟ عندها مثل وعندها إيثل وعندها كلور وعندها ايش؟ هيدروجين، فراح تكون ايش؟ كايرال سنتر. خلينا نشوف هنا مثلا، طيب نجي مره ثانيه، هذا الكربون هل ينفع تكون كايرال سنتر؟ عليها 3 هيدروجين، قلنا الكربون لازم يكون عليها 4 مجموعات مختلفه، فهذه ما راح تنفع. هذه برضو عليها كم هيدروجين؟ عليها 2، ما راح تنفع. هذه خليها اخر واحده، هذا الكربون عليه 2 هيدروجين، هذه برضو ايش؟ عليها 2 هيدروجين، وهذه عليها 3 هيدروجين. طيب نيجي عند هذه، تمام، طبعا هذه برضو على طول عليها 3 هيدروجين فما راح تنفع. هنا قلنا عندنا إيثل وهنا عندنا مثل وهنا عندنا ايش؟ بروبيل وهنا عندنا هيدروجين، 4 مجموعات مختلفة، تمام. طالما هي 4 مجموعات مختلفة راح يصير هذا ايش؟ كايرل سنتر. طيب نيجي هنا في الايش؟ هذا الليمونين اسم المركب، خلينا نشوف هل في له كايرال سنتر ولا لا. طيب نبدأ أول شيء من هنا بهذه الكربون، هذه عليها كم هيدروجين؟ 3، إذا ما تنفع. طيب نيجي هنا
عندها دبل بوند، دبل بوند خلاص على طول احذفها ما ينفع. تمام، لازم تكون اربع مجموعات مختلفه، هذه برضو دبل بوند ما راح تنفع. طيب خلينا نسوي سكيب لي هذه. هذه ليش ما تنفع؟ لانه هذه اصلا عندها ايش، اتش اتش، عندها هنا اتش وعندها هنا اتش، طبعا هذه المفروض انه تحت يعني، وهذه دبل بوند، هذه دبل بوند، هنا برضو ايش عندها 2 اتش، وهذه ايش برضو عندها 2 اتش، هذا عنده 3 هيدروجين. طبعا هنا كيف نعرف انه عنده يعني احنا نعرف انه كل كربون لازم يكون عنده 4 روابط، فلو كانت هذه هنا الكربون مرتبطه بايش، عندها رابطه مع الكربون هنا وعندها رابطه مع الكربون اللي هنا، كم باقي لها؟ رابطتين، خلاص معناته عندها حتكون مربوطه مع 2 هيدروجين، عشان كذا من هنا نعرف عدد الهيدروجين اللي معاها. طيب نجي عند هذه، كيف حتكون كايرال؟ تمام، طب ممكن واحد يقول طب هذا الجزء نفسه هذا يعني فين الفرق؟ لا، ايش نسوي؟ هذه الكربون حقتنا صح؟ طيب اول رابطه عندها هيدروجين، هذه هيدروجين تمام، بعد كذا عندنا هذه المجموعه كلها تمام، بعد كذا هذا الجزء ما هو نفس هذا، في فرق هنا، عندنا دبل بوند تمام، فهذه هي الاجزاء، هذه الاتش تمام، بعد كذا CH2 CH2، هذا هو، هذا CH2 CH2 تمام، بعد كذا هذه CH2 CHC هذه تمام، وهنا عندنا آخر شيء اللي هي إيش؟ لا معليش، هذا هو ال... هذه هي هذه، وهذه C double bond C، هذه هي لأنه هذه C، هذه اللي هي الخط واحد، بعد كذا C double bond C تمام، فهذه راح تصير إيش؟ هذه راح تصير كايرال سنتر لأنه عنده أربع مجموعات مختلفة عليها تمام. كايرال كاربون اتوم اور كايرال سنتر از ا كاربون اتوم ذات از بوث تتراهيدرال تمام، لازم تكون تتراهيدرال، قلنا عشان كذا الدبل بوند ما ينفع، لانه الدبل بوند طبعا حيكون ما حيكون شكلها تتراهيدرال تمام، حيكون شكلها مثلث اللي هو ترايجونال تمام، ان هاز فور، هذا اهم شرط، فور ديفرنت جروبس اتاتش تو ات، لازم تكون عندنا اربع مجموعات مختلفه، زي هنا مثلا خلاص عندنا هنا ايش، ايثل، وعندنا هنا هيدروكسيل وهيدروجين ومثل تمام، هنا طالما عندنا ذرتين هيدروجين ايدنتيكال متطابقين خلاص هذا ما راح يكون ايش، ما راح يكون، حيكون اي كايرال، ما راح يكون كايرال. فمثلا هذه صورته في المرايه، هل نقدر نقسمه بالنص؟ ايوه نقدر نقسمه بالنص، خلينا نسويها، هذا هنا عندنا هذا الهيدروجين تمام، هذا اللي هو الميثيل او الايثيل معليش، هذا الأسود في النص الكربون، بعد كذا خلينا نجيب لون أصفر، هذا الأصفر اللي هو الـ CH3، كيف حنقسمها؟ راح نقسمها كذا، هذا الإيش؟ هذا البلانت البلانوفسيمتري تمام، فعندي هذا الجزء نفسه إيش؟ هذا الجزء، أما هنا ما راح نقدر تمام، يعني هذا لو مثلا مسحنا تمام، وحطينا لون أحمر زي اللي هو الـ OH تمام، هل حنقدر نقسمه؟ هل في طريقة ممكن نقسمه؟ لا ما نقدر، ما راح نقسمه ويطلع لنا نفس الشيء تمام، عشان كذا الشرط المهم عشان الكربون يكون كايرل لازم يكون عنده أربع ذرات مختلفة مرتبطة معه. طيب الكايرل كومباوند أو الذرة الكربون اللي تكون كايرل and its mirror image، يعني هذا وهذا تمام، هذول عكس بعض تمام، Enantiomers mirror image are called enantiomers، راح نسميهم ايش؟ enantiomers، يعني واحد حيكون بترتيب يمين يسار، وواحد حيكون مثلا يسار يمين، شوف زي هنا مثلا مكان CH3 راح يكون ايش؟ عكس تمام، فال enantiomers are type of configurational isomer تمام، they are said to have opposite configuration، يعني عندهم اول شيء isomers حيكونوا ايش؟ نفس الصيغة الكيميائية، نفس الروابط، نفس الترتيب الروابط، بعد كذا عكس الايش الكونفيجريشن، عكس في في الايش في التوزيع تمام، هنا عندنا CH3 هنا NH2، فهذا حيكون ايش بالعكس، هذا مثلا عندنا مثال هذا الاسبرجين تمام، شوفوا بس هذا الاختلاف هنا، هذا طبعا خلينا نحاول اول شيء نطلع الكايرال سنتر، هل هذه الكربون ينفع تكون كايرال سنتر؟ لا، ليش؟ لانه عندنا دبل بوند. طيب هذه عندها 2 هيدروجين
ما راح تنفع. هذه عندها برضو دبل بوند. طيب هذه عندها H وعندها NH2 وعندها كربوكسيليك أسيد هذه تمام، وعندها هذه القطعة كلها تمام، فعندها مجموعات مختلفة عليها، فعشان كذا هذا هو الكايرال إيش كايرال سنتر حقنا. طيب هنا الاختلاف، هنا عندنا واحد هنا على اليمين وهنا على اليسار، طبعا هذه كأنها إيش مرايا تمام. طبعا لما نسميهم L و D هذا يختلف حسب إن هما في شيء اللي هو كيف يشتت الضوء تمام، فما هي معانا، لكن عموما إنه أهم شيء نعرف إنه هما مختلفين عن بعض تمام، مو عشان والله هذا جاء في اليسار يعني مو هنا دائما هو الشرط، يعني هو حسب كيف يشتت الضوء وكذا تمام. عموما اللي لازم نعرفه إنه هذا الاختلاف بس يمين ويسار، هذا الاختلاف البسيط تمام، اختلاف الترتيب تمام، إيش سوى؟ مركبين مختلفين تماما، هذه نبتة غير وهذه نبتة غير. طيب عندنا هنا برضو مثال ثاني تمام، pairs of enantiomers، هذول الاثنين هذول pairs of enantiomers تمام، differ in their activity as drugs. فمثلا هذا المركب تمام، هنا عندنا طبعا الداشز معناتها انها على وراء تمام، والوجز معناتها انها عليك يعني كأنها داخلة على الشاشة وعليك انت تمام. فهذا المركب يسبب عمى تمام، وهذا يعالج اللي هو اتوقع والله اعلم هذا اللي هو الدرن اسمه، ماني متاكد صراحه، بس هذا يستخدم كعلاج وهذا يستخدم هذا ايش يسوي؟ يسبب عمى. فبس هذا الفرق البسيط في ترتيب الذرات يسبب اختلاف كبير في يعني وظائفه هي كمركبات.